من ضمن الأسئلة كنت عاوز أعرف إيه الشروط ككو تيتشر أو مدرس مساعد في المدارس. الحقيقة عادة هذه المدارس على حسب الشروط اللي بتعلنها، فما فيش شرط موحد لكل الأماكن. في ناس بتشترط إن هو يكون خريج تربية يعني بالطبع هو لسه متخرج، أو في بعض الأماكن التانية تقول لك لا يكون خريج حتى لو خدمة اجتماعية لو حاجة آداب بيشغلوهم برضه، فملهاش شرط معين نقدر نحكمه. في ناس على فكرة خريجين عادي أي كلية تانية ممكن يقدموا، ولكن على حسب، ولكن في الأغلب بيفضلوا إنهم يكونوا ذو خلفية تربوية للتدريس، لأنه بيكون مدرس مساعد فلازم يكون عنده تكنيك التعامل مع الطلاب، والمواضيع دي كلها تؤخذ في الحسبان. نتابع الشروط. عادة الشروط بتبقى في المدارس الدولية عن طريق الأونلاين، بتبعت الإيميل وبتعرف كافة التفاصيل وبتبعت لهم، فبتضع هذا الموضوع على هذا الشكل. وربنا يوفقك ويكتب كل خير بإذن الله. عادة مرتبات الكو تيتشر بتبقى أقل من المدرس، فلو هيدوا المدرس والنقل، مش بقول المدرسة الدولية، ولكن المدرس هيدوا له مرتب 4000 جنيه لأنه بيعتمدوا على دروس خصوصية، بيبقى الكو تيتشر 3، بيدوا المدرس 6 بيبقى الكو تيتشر 4، وهكذا بيبقى أقل من الفئة التيتشر. وربنا يوفقك ويكتب له كل خير.